بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله هنعمل حاجة تسهل علينا أكتر وأكتر، وبعدها إن شاء الله هنجرب بقى اللي إحنا عملناه ده كله في الحلقة الجاية. ولكن دلوقتي سيبونا نعمل حاجة بتجيب لي ترقيم تلقائي من الداتابيز، حاجة بتساعدني في شغلي عشان يبقى كل حاجة سهلة أما أجي أشتغل أشتغل على طول بفضل الله. طيب فخلينا نعمل فانك نسميها MySQL underscore auto underscore number. بتاخد مني ايه دي؟ تاخد جملة استعلام. لو بتاخد جملة استعلام يبقى هي هي دي. لا ده انا عايز اسهل عليك بعد التسهيل. يعني احنا خد بالك لما بتيجي تسهل بتسهل، وبعد كده بتسهل على المتسهل، وترجع تسهل على اللي متسهل من اللي تسهل، فتلاقي الدنيا بقت سهلة جدا. طيب اجي هنا هاخد منك تيبل اندرسكور نيم اسم الجدول، وهاخد منك كولومن اندرسكور نيم اسم الحقل بس، وهرجع لك الترقيم التلقائي. اول حاجه اعملها هعمل متغير اسميه ماكس اندرسكور اس تي ام تي. دوك هيشيل الجمله، اكون فيه الجمله بتاعتي. الجمله بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن جمله هتروح للداتابيز وتجيب لي ترقيم تلقائي من الجدول ده من الحقل ده. فهنا هقول له ايه؟ هقول له select max للحقل، خلاص؟ للحقل from الجدول، select max الحقل زائد واحد from الجدول في الاخر ادمجه معاه، سهل، ادمج معاه التيبل underscore name. وهاجي هنا عايز اسم العمود يبقى هنا، فهعمل انا كده كده النص بتاعي عامله بدبل كوت، فاجي هنا اعمل اتنين دبل كوت وادخل جواه واعمل اتنين بلس، وادخل جوه الاتنين بلس احط كولومن نيم. بس كده انا كونت ايه؟ الجمله بتاعتي بفضل الله بقت معايا. حلو قوي. اجي بقى استعلم واعمل كونكشن واعمل كويري واعمل سيت كاركتر سيت يو تي اف ايه واعمل لا 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 ما ينفعش. لما تيجي انت تعمل حاجه بتسهل عليك، خدها قاعده بقى عندك وتعلمها بفضل الله. لما تعمل حاجه بتسهل عليك وتيجي تحتاج حاجه مبنيه عليها، ما تروحش تعيد اللي انت عدته. امال انت عاملها ليه يا باشا؟ انت هنا هتستخدم حاجتك انت. هو مش انت عامل لنفسك ماي سيكوال جيت وبتديها جمله الاستعلام وهي دي جمله الاستعلام؟ اه خلاص انت عليها. يبقى انا هعمل متغير اسمه ار للايه؟ للريزلت اللي جاي لي. الار ده بيساوي ايه؟ الار ده بيساوي ماي اس كيو ال جيت بتاعتي اللي انا عملتها، وهدي له هنا الجمله بتاعتي اللي انا كونتها ماكس اندر سكور اس تي ام تي. بس شايف السهوله بفضل الله. اجي بقى هنا ابدا انا فنن في الترقيم التلقائي. طبعا الترقيم التلقائي لو الجدول فاضي هيرجع لك ايه؟ فاضي، لا نل. ولو مليان هيرجع لك الترقيم. فانا هقول له اف الاول، لو لقيته فاضي لو لقيته نل الريزلت اللي جاي لك ده اول واحد فيه ده الاعمده مش عايزها، انا عايز ثاني واحد اللي بعده على طول، لان كده كده احنا عارفين الدوال المجمعه بتيجي بايه؟ ببيان واحد وخلاص. فهو كده كده مش هيبقى فيه غير بيان واحد، يعني تاني صف عشان اتجاهل الاعمده اول خليه فيه كده كده هي مفيش غيرها اصلا. لو دي بقى بتساوي نل ترجع لي واحد، يبقى ده كده الجدول ده فاضي. تريترن واحد واحد، يا ريت واحد كده بعد اذنك سترنج لو سمحت بعد اذنك. ماشي؟ ريترن ايه؟ واحد، لان ده كده اول شغل عندي. الجدول فاضي يا جماعه. خلاص طب إلس، لا إلس يبقى مش فاضي بقى. إلس يبقى ايه؟ تريترن القيمة اللي انت اختبرتها لي R 2 1 تريترنها هي هي بس. وما تنساش تعمل الاوك بتاعت مين؟ بتاعت الاف. طبعا هنا انا مش هعمل بقى كلوز للكونكشن، لان كده كده اصلا الكونكت انا عامل لها هنا ماي سيكوال كلوز ناو، فاصبح هنا خلاص هي معمول لها اغلاق. فانا لما بستخدم حاجتي خلاص برتاح بقى، حتى لو انا غيرت الاوبشن بعد كده. يعني حتى لو انا جيت بعد كده مثلا حبيت ان انا اغير الاوبشن بتاع الكونكت والكلوز، لو غيرته شغلي هنا مش هيتغير، هيبقى ثابت، لان انا بستخدم اللي انا عملته. فاصبح ايه؟
بيسهل عليا اكتر. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.